انا اليوم جايه عند ابو عزيز. مرحبا يا استاذ. مرحبا. السلام عليكم. الله يحفظك. شو اخبارك ابو عزيز؟ الحمد لله. ان شاء الله طيب. الحمد لله. يلا خبرني. شكرا على هالزياره. يسلمك يسلمك. الله يسلمك. هو من زمان طبعا انتوا عازميني، لكن علشان انشغالنا ما قدرنا نيكم يعني. ما تقصرين يا خبرني أستاذ. شنو عندك؟ عندنا يا استاذ الحريس. الله يا سلام. هذا الحريس. ايه. وبعد وعندنا الموش. موش هو موش ربيان. موش ربيان. اي نعم. عاد زوجي كان خاطر في حياه في اي وقت حياه. يسلمك يسلمك. هذا النخج. اوه. نخج ابو عزيز. وقته اكلات شعبيه تراثيه. ما شاء الله ما شاء الله. وهذا ورق العنب. هذا معكرونه. معكرونه. اوه معكرونه طيبين. هذه كنها. تسلم ايد والده. تسلم ايد والده. يسلمك يسلمك. هذه كشري شكله. اي نعم كشري. ايه. والصوص ماله كشري كشري. المحاشي بعد. محاشي موجود. اوكي هذه كلها عندنا. محاشي فلفل عندنا. محاشي كوسه عندنا. عصيده. ايوه عصيده بعد. اي نعم هذه العصيده. لازم اجربها عاد. انا الطيبين. انا احب الاكلات الشعبيه. ما تقصرين يا استاذه. يسلمك يسلمك. ان شاء الله الله يوفقك يا اخوي. وياكم ان شاء الله جميع الخير. ونشوفك نشوفك دوم ان شاء الله. في شنو عندك؟ عصاير. اه زين. عصير شنو عندك؟ عندنا هذا العصير اطلقنا عليه. أوه أوه اسم. أوه. سميناه انتعاش. لونه اخضر ذي. اي نعم. اي مع هذه الترمس الاخضر. اي نعم سميناه انتعاش. زين هذه عباره عن شنو بالضبط؟ هذا شربة اخضر مع حليب. ايوه يعني لون بس. ها لون بس. النكهه شنو عاد؟ نكهه حليب. حليب ويا هذا ويا العصير. اي اي زين. لا لازم نجرب لازم نجرب. يعطيك لوجو ابو عزيز. يعطيك العافيه يعطيك العافيه والله. هذه اللوجو اللي سميناه. احنا كل عصير نسمي له اسم. اي هذه اللوجو. هذه رقم تليفونه. وهذه وهذا سميناه يا استاذه الاي سي. اي سي. اي سي ولا الجو حار. يبرد يبرد على القلب. يسمونه الاي سي يا استاذ. والله الصراحه مغري الصراحه. صباح الخير متابعينا. شوفي شنو شفتيني. انا طبعا يعني ساكنه في الفندق هالايام مع الوفد اللي في مهرجان الصواري المسرحي. فاختي معاي نامت يعني البارحه أساس إن حضرت الختام وتمت معي في الفندق. فهذه الرمش مال أختي لو ملصوقين اثنين مع بعض. طيب بعد لا لا في كل مكان. ها كل مكان كل مكان أطلع لك.